أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد أمر ولي الأمر في هذه البلاد المباركة وفقه الله بأداء صلاة الاستسقاء يوم غد الاثنين، ونلاحظ تخلفا من طلبة العلم ومن الناس عن أداء هذه الشعيرة، فهل من نصيحة في ذلك؟ الواجب أن المسلمين يكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، مع أنك أنت بحاجة إلى المطر، منين تشرب ومنين تأكل منين؟ كل الناس بحاجة إلى المطر، وأنت واحد من المسلمين محتاج وإخوانك محتاجين. وصلاة الاستسقاء عبادة لله عز وجل ودعاء وتضرع، فلا تحرم نفسك من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.